طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن معبد تاني من المعابد المصرية اللي بترجع للعصر اليوناني الروماني في مصر، وكان لها أهمية دينية كبيرة جدا، هو معبد دندرة. قبل ما نتكلم عن المعبد هندي كده نبذة صغيرة فين موقع منطقة دندرة حاليا. دندرة زي ما انتوا كده شايفين على الخريطة، اللي هي الجزء اللي عليه سهم دوت، ده الجزء اللي اسمه دندرة، عند التانية بتاعة محافظة قنا بتاعة النيل. منطقة دندرة بتقع على الجانب الغربي لنهر النيل، تقريبا 5 كيلومتر شمال محافظة قنا حاليا. دندرة كانت معروفة بأسامي كتير جدا في اللغة المصرية القديمة، أهمها مثلا إن هي كان اسمها إونت. إونت معناها في اللغة المصرية القديمة المدينة، وكلمة إونت أساسا هي اختصار لجملة كده أو فريز، اللي هي إونت تا نفرت. يعني إيه إونت تا نفرت؟ يعني مدينة الإلهة. تفتكروا الإلهة هي مين؟ اللي هي الإلهة حتحور، اللي تعتبر المعبودة الرئيسية لمعبد دندرة في المكان، وكانت أحد أهم الآلهة في المنطقة بتاعة دندرة نفسها. بعد كده في اليونانيين حرفوا اسم اون التا نترت لتنتيرس، وبعد كده اطلق عليها او درج اسمها ما بين العرب باسم دندرة. دي حاجة. تاني حاجة برضو مهمة ان احنا نعرفها، ان دندرة كانت عاصمة الاقليم السادس من اقاليم مصر العليا. تمام كده يا شباب، لغاية كده مفهوم؟ معايا يا شباب؟ سامعين كده كويس؟ مفهوم؟ طيب تمام. يبقى دندرة، before talking about one of the most important temples in ancient Egypt, we should mention that Dandara, this part, is located in the western side of the of the Nile, and it's about 5 kilometers north of the main governorate now of Dandara, or Qana governorate. Dandara was called in the ancient Egyptian language as Iwanit. Iwanit. What is the meaning of Inet? This is a hieroglyphic sign called Iwanit, and this means the city. And this was an abbreviation. يعني إيه abbreviation؟ يعني اختصار. It's an abbreviation of a very important phrase, which is Iwanit Ta Netheret, and this is the phrase, which means the city of the goddess. Who is the goddess? The goddess is actually goddess Hathor. She was the main goddess of this place of Egypt. After that, the Greeks used to pronounce Iwanit Ta Netheret as Tentiris, and this word was pronounced by the Arabs after that as Dandara. And this is the modern name, which is now currently used by the Egyptians to refer to this important place of the temple. تمام؟ طيب بالنسبة لتاريخ المعبد، الحقيقة المعبد نفسه كان ليه أهمية تاريخية كبيرة جدا، وكان بيستخدم من قبل العديد من الملوك الرومان. لكن زي ما قلنا ان المكان نفسه كان ليه اهميه دينيه، ويقال ان في ان يعني بعض السكولرز بيقولوا ان المكان دوت بيرجع لعصر خوفو من عصر الاسره الرابعه، وبعد كده تم استخدامه كمدينه لها اهميه او مكان ليه اهميه دينيه في مصر حتى في عصر بيبي الاول، اللي هو بيرجع لعصر الاسره السادسه. بالإضافة إلى أن المكان برضو تم ذكره في بعض النصوص اللي بترجع لعصر بعض ملوك الأسرة الحديثة، زي مثلا أحمس الأول، تحتمس الثالث، أشهر ملوك الأسرة الـ18، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، وطبعا أكيد رمسيس الثاني ونكتنبو. تمام. لكن ده بالنسبة للمكان. طب المعبد بقى نفسه، الحقيقة المعبد نفسه هو بيرجع لعصر بطليموس الـ12، البعض أرجعه بالتحديد لعصر السنة الـ27 من حكم بطليموس الـ12، المعروف طبعا باسم بطليموس إيوليتس أو بطليموس الزمار. تمام. وده يعني ده اللي هو في أواخر العصر البطلمي،
والكونستراكشن نفسه أو بناء المعبد نفسه استمر على طول الفترة الرومانية لمصر، تقريبا استمر بناء المعبد 34 سنة لغاية عصر الإمبراطور أوجستس، ويعني استمر بعد كده حتى الديكوريشن عندنا حاجات لبعد أوجستس. لغاية كده مفهوم يا شباب؟ طيب يبقى according to the inscriptions of the crypts of this temple, this temple dates back or the place, the region of Dandara was a very important religious center dating back to the reign of King Khufu of the 4th dynasty. In addition to that, this place was destroyed and rebuilt once again during the reign of certain kings, especially Pepi the 1st of the 6th dynasty and other kings of the new kingdom such as Ahmus the 1st, Thutmose the 3rd, Ramses the 2nd, Amenhotep the 2nd and the 3rd, and even Nectanebo the 1st. And our temple today, the temple itself dates back to the 27th year of Ptolemy the 12th, who was known as Ptolemy Euletus. And the construction lasted during the Roman times. It took about 34 years to build and construct this temple. So this temple is mainly a late Ptolemaic and an early Roman temple. طيب الثالوث بتاع معبد دندرة، احنا شرحنا ازاي ان انت كجايد شاطر تفرق ما بين الثواليس، الثالوث بتاع معبد دندرة ومعبد إدفو، لان احنا قلنا ان هي شوية بتلخبط، وقلنا ان بتفرق ما بينهم ازاي. معبد إدفو بيغلب عليه طابع يعني المين ممبر بتاعه اللي هو حورس بحتيتي، وعلشان كده حورس بحتيتي هو المعبود الرئيسي لمعبد إدفو، وبعدها بتأتي حتحور كسكند ممبر، وبعد كده بيأتي حورس سيماتاوي، سيماتاوي القابض على الأرضين اللي دايما بياخد الكاركتر بتاعه. ال third member of any tribe was inspired his character، بياخد الكاركتر بتاعه من ال first member. فحورس سيماتاوي القابض على الأرضين كان شبه أبوه في الكاركتر، إنه هو كان إله مرتبط بالملكية، وعشان كده كان حورس سيماتاوي مرتبط بالعضو الأول في ثالوث معبد إدفو. على العكس من دندرة، هتعمل إيه؟ هتروح عاكس ما بين العضو الأول والعضو الثاني بتاع إدفو، هتجيب حتحور في الأول خلاص. ودايما افتكر انا اشمعنى جبت حتحور في ترايد بتاع دندره، خليك فاكر كده ان دايما معبد دندره هو معبد ليتاتش في ميناين، في كده حتى الزخرفه بتاعته دايما حتحور والاعمده حتحوريه الواضحه، فاكيد بالمنطق ان الحتحور هي العضو الاول في الثالوث. وحورس بحتيتي اللي هو العضو الاول في ادفو ده هنا كعضو ثاني، وطبعا بالمنطق زي ما قلنا ان العضو الثالث هنا في هذا الثالوث هياخد يعني هيستمد الكاركتر بتاعه وشخصيته من العضو الاول. طيب المره اللي فاتت في ادفو زي ما قلنا كان مرتبط اكتر بالملكيه اللي هو حورس سيماتاوي، يا ترى هنا هيبقى مين؟ هيبقى حورس ايحي. حورس ايحي ده كان احد اشكال الاله حورس اللي دايما كان بيظهر بسايد لوك وماسك السيستروم اللي هو الصلاصل، احد الادوات الموسيقيه، بيقف ورا حتحور وبيعمل ايه بعض الترنيمات الموسيقيه اللي كانت بتستخدم في احتفالات الاله حتحور. اذا هو كان جاد اوف ميوزك اند جاد اوف تشايلدهود، كان شخصيته اقرب لوالدته اللي هي العضو الاول في هذا الثالوث. يبقى concerning the triad of this temple, it consists of three main deities. The first one is حتحور. The second one is God Horus Behtiti, and the third and last one is Horus Ihi. Goddess Hathor, as we said before, and as we know as a tour guides, Hathor was one of the most important deities in ancient Egypt. She was usually depicted in the form of a celestial cow, اللي هي البقرة السماوية, sometimes in the form of a woman wearing the Hathori crown, the sun disk between two horns. And she was a goddess of beauty, childhood, healing, and in some cases she was a goddess of war goddess and bloody thirsty goddess. And she was sometimes depicted or described to be the Ayufra, assimilated, being assimilated with goddess Sekhmet. Okay, Hathor Bardu, the second member is Horus Behtiti, was depicted in the form of a winged sun disk, okay, as a sign of protection for the Egyptian temples during that time. And finally, the third member is Horus Ihi. Horus Ihi, in any tribe, we should know that the third member inspired his character from the first member.
So Horus Ihi here is inspired his character and his function from his mother Hathor. So he is a goddess of music and childhood. He was depicted as a child god with a side lock, اللي هي الخصلة الجانبية اللي كان دايما بيصور بيها الأطفال. And playing the different sistrums. The sistrum was a musical instrument used during that time during the festivals of goddess Hathor. And he was a god of music and goddess, a god of healing. And he also was usually depicted side by side with goddess Hathor. تمام؟ This rite is a very unique rite in the Egyptian religion. يعتبر من الثواريث اللي لها طابع خاص. ليه؟ لأن it was often, it was mostly common to see that the triads in ancient Egypt began with a male member and not a female member. And therefore, we should say that this triad is a very remarkable one because the first member here is a goddess and not a god. ماشي سنة يا شباب؟ لغاية كده مفهوم؟ ادي المعبد، ادي الكومبلكس بتاعه المعبد. تخيل ان انت كده تور جايد هتيجي من هنا وهتبدا تدخل المعبد نفسه. طبعا المعبد دوت يعتبر زي ما قلنا هو كومبلكس، مجموعه كبيره داخل سور، بقايا السور تقدر تشوفه وانت داخل. الاورينتيشن زي ما قلنا هو نورث ساوث اكسس زي بقيه المعابد بتاعه مصر خلال هذه الفتره. التريسز بتاعه الكي اللي هو رصيف أو الميناء قدرنا نشوف بقايا، وكانت زي ما قلنا الكي لو انتوا فاكرين اللي هو رصيف الميناء اللي بيبقى موجود بجانب نهر النيل، كان بيستخدم لاستقبال المراكب المقدسة والمراكب برضو اللي كانت بتحمل الزائرين لحضور احتفالات حتحور وحورس وعيد اللقاء السعيد اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في معبد إدفو. ماشي شباب. So the orientation concerning the orientation يعني إيه orientation؟ يعني الاتجاه. Concerning the orientation of the دندرة complex مجموعة دندرة. وليه بنقول مجموعة دندرة؟ اللي إحنا زي ما بنقول it doesn't consist of only a temple. You can as a tour guide describe different other structures outside the temple itself. Therefore we are calling it a complex. They are group of buildings and they are surrounded by enclosure wall from all sides. Traces of this enclosure wall could be found. The orientation here is north-south axis, and we have traces of a quay for the coming boats. They were discovered to the north of this temple nearby the main Nile or the river Nile. تمام. أول حاجة هتشوفها إيه وأنت داخل كده؟ هتقف قدام السور بتاع المعبد. خلاص السور بتاع المعبد دوت هو كان مصنوع من المضبك، ويقال ان الغول ديت كانت 280 في 290 متر، كانت حاجة كبيرة جدا وبترجع لعصر الامبراطور تايبيريوس. الحقيقة احنا عندنا مدخلين لهذا المعبد، المدخل الشمالي اللي هو من ناحية الشمال وده المدخل الرئيسي اللي انت بتدخله، ومدخل تاني ناحية الشرق. تمام. وده برضو هنقول الوظيفة بتاعته ايه والمسمى بتاعه ايه، بس انت لما بتيجي تشرح وبتدخل بتدخل من ناحية المدخل انه الشمالي. اوكي يا شباب الجزئية دي مفهومة؟ اوكي. The wall complex of Dandara is surrounded by mud brick enclosure wall and it was once a very enormous big enclosure wall. Its measurement was about 280 times 290 meters. It has two gateways, one from the northern side, and this is the main gateway, and one from the eastern side. And every gateway had a certain function, as we will describe later. So how many entrances we can find in the enclosure wall? Two entrances, one in the northern side and one in the eastern side. ادي بقايا الانكلوجر وول اللي احنا شفناها، ادي بقاياها اهي. انت لسه ما دخلتش المعبد، انت لسه بره الكومبلكس، مجرد كده بتشوفها من بعيد. ودي على فكره البوابه الشرقيه مش البوابه الرئيسيه، انت بتشوفها كده ايه وبتعدي عليها، هتلف كده وهتدخل من الناحيه الشماليه. طيب انت لسه في المواجهه، خلينا نشوف الخريطه. في الاول خالص هتلاقي كده حاجه اسمها رومان فاونتن قبل ما تدخل البوابة الأساسية.
طيب ايه هي الرومان فاونتن؟ تعالوا مع بعض، على اليمين والشمال بتلاقي كده فاونتن زي كده بناء داخله مصدر للمياه، تمام، على اليمين وعلى الشمال، وقدامه صف من الاعمده، اربع اعمده بتاخد الشكل او التاج الكورنثي، وقلنا ان اي عمود معماريه بيتكون من تاج، ده التاج الكورنثي، وبدن اللي هو الشافت، والقاعده. اذا هو صف من اربع اعمده واتجاهها كورنفيه، وهي بترجع الرومان فاونتن دي، او زي ما بنقول عليها النافوره الرومانيه، بترجع من القرن الثاني واستمرت لغايه القرن الرابع الميلادي. ويقال ان هذه المبنى كان بيستخدم للتطهر، اوكي، قبل دخول ساحه المعبد. اذا هم عملوا كده فكره جديده ان هو يعني ايه بيتطهروا بالميه قبل ما يدخلوا اصلا لساحه المعبد الاساسيه، تمام. ودي برضو حاجة يعني جديدة جدا وظهرت في معبد دندرة. So before entering the complex of this temple, we have a very unique two buildings flanking the entrance, the northern entrance from east and from the right and to the left, two Roman fountains facing each other. They are two buildings. Every building dates back to the 2nd century AD till the 4th century AD. And we have here a row of how many columns? Four columns having the Corinthian capitals. So it's two, they are two buildings. تعالوا نشوف كده مع بعض في الخريطة. We have here two Roman fountains facing each other. Okay, before entering even the complex of the temple. Okay, and these Roman two Roman fountains date back to the 2nd century AD to the 4th century AD, having a row of four Corinthian columns. What was the function of the Roman fountain? The function of the Roman fountain was in fact to used for purification before even entering the complex of the temple. And this was very unique in the complex of Dandara. ادي النورثن جيتوي، ادي انت واقف هنا، تخيل نفسك واقف كده كجايد، اوكي، ادي الرومان فاونتن، واحده يمين وواحده شمال، الاثنين في وش بعض، خلاص، وهتبدا تدخل من النورث جيتوي اللي احنا قلنا عليها اللي هي المين جيتوي، وادي صوره تانية مقربه ليها. طيب النورث جيتوي دي بترجع لعصر الامبراطور دوميتيان وتراجان، اذا احنا بنتكلم على فتره الامبراطوريه الرومانيه يعني، ومعظمها بتمثل صفوف من مناظر، تمثل صفوف كده فوق بعض للأباطرة وهم بيقدموا القرابين لثالوث المعبد الرئيسي لحتهور بشكل خاص. هذه البوابة، أو في بعض الأحيان بتسمى بالبوابة الرئيسية، صح، البوابة الشمالية نتيجة لمكانها، صح، وفي بعض الأحيان بتسمى بوابة حتهور. ليه بوابة حتهور؟ لأن هي كانت بتستخدم للمواكب والاحتفالات الخاصة بالإلهة حتهور، يعني في مواكب الاحتفالات كانت بتطلع منها مراكب حتهور عشان تزور جوزها زي ما قلنا في عيد اللقاء السعيد في معبد إدفو. أوكي يا شباب، الجزئية دي مفهومة؟ أوكي. طيب النورثن جيتوي، we are here standing in front of the northern gateway from the right and to the left. You can find the Roman fountains as we said before. The northern gateway dates back to the Roman emperors, mainly Domitian and Trajan. They are depicted offering, making offerings. يعني إيه making offerings؟ بيقدموا القرابين to the main deities of the temple, especially goddess Hathor. This gateway could be named the northern gateway according to its location because it's located in the north of the complex. This is right. It's also the main gateway because it's actually the main gateway of the complex. This is also right. And also if we name this gateway the gateway of Hathor, it's also right because it was consecrated for. يعني ايه consecrated for؟ كانت مكرسة او مهداة. It was consecrated for the main sacred barks, the main processions, the divine processions of goddess Hathor leaving the temple in order to meet her husband in the temple of Edfu every year in the temple or in the fest in the temple of Edfu during the festival of the happy meeting. At the north gateway, تاني انت واقف اهو كجايد، ادي ال two main fountains شايفينهم facing
each other، في وش بعض، شايفينهم يا شباب؟ مش ظاهر عندك السكرين؟ طب ظاهر عندكم؟ أعتقد يا مريم ممكن يكون بعد كده بندخل من النورثن جيت واي وبنلاقي حاجة مهمة جدا. بنلاقي إيه بقى؟ بنلاقي إن قبل ما بندخل بنلاقي بقايا زي ما أنتوا شايفين هنا سفنكسس. ده معناه إيه؟ ده معناه إن كان في سفنكسس found and these sphinxes are used as a sign of protection. خلاص، زي ما بنقول إن السفنكس أو أبو الهول هو تمثال بياخد جسم الأسد وبرأس إنسان ليدل على الحماية as a sign of protection. وهنا عندنا بقايا traces of two sphinxes facing each other in the northern gateway of this temple. خلاص، إحنا هنبدأ بقى ندخل كجايدز نشوف إيه اللي جوه ممكن نشوفه. وقبل ما ندخل كده نبص كده فوق، بص هنلاقي الايه الوينجت خابر والوينجت سان ديسك as a sign of protection and we can find also here traces of colors شايفينها and also the different registers الصفوف different registers of the Roman emperors who are offering different types of offering to goddess حتحور. ادي حتحور اهي and behind her حورس بحتتي. ادي اهوت احنا في مواجهة المعبد، هتبدأ تدخل. خلاص احنا خلصنا الرومان فاونتن، ادي نورثن جيت واي. هتبدأ تدخل تقف هنا، هتشوف هنا يا ترى ايه اول حاجة هتشوفها؟ الاوبن كورت. الحقيقة وزارة السياحة والآثار عملت حاجة لطيفة جدا في مواقع أثرية كتير جدا في مصر وخصوصا المعابد، ان هي جمعت القطع الأثرية اللي احنا بنلاقيها في شكل كده اوبن ميوزيوم، بتساعد شوية ان الناس تتعرف ايه هي الحاجات المكتشفة في المكان. ودي هي شايفاها فكرة لطيفة ولذيذة، يعني موجودة مثلا في معبد دندرة، والمفروض ان هي يعني بيتم عمل ليبلز كده ليها عشان نبقى عارفين ايه القطع ديت. وموجود برضو اوبن كورت مثلا او اوبن ميوزيوم موجود برضو في معبد اسنا. فهنا احنا عندنا after passing from the northern gateway we can find ourselves flanked on both sides with an open court having an open museum where different pieces discovered in this site are displayed. يعني ايه are displayed؟ يعني معروضين. خلاص ادي القطع اهوت، واحنا ماشيين اهوت، احنا اهي النورثن جيت واي اهي، وادي الاوبن كورت اللي فيه القطع المختلفه اللي احنا لقيناها. طيب قبل برضو ايه ما نتوه شويه، هو الايسترن جيت واي كان لايه؟ الايسترن جيت واي سريعا كده موجود على الجانب الشرقي، بتشوفه كده مر الكرام وانت داخل على المعبد من بره. وهو لو قلت عليه ايسترن جيت واي فهو نتيجه اللوكيشن سليم، لو قلت عليه الجيت واي بتاع حورس سليم. طيب هو ليه اتسمى بالجيت واي بتاع حورس؟ لان هو كان بيستخدم من قبل الساكريد باركس بتاعه جاد حورس علشان تزور المعبد، اذا كانت بتستخدم اثناء احتفالات حورس، عشان كده كانوا بيقولوا عليها ايه احتفال او بوابه حورس، والبوابه الرئيسيه هي بوابه حتحور. خلاص، ومن خلال هذا الباب كانت بتعدي في بعض الاحيان البروسيشن بتاع حتحور بعد ما بترجع من معبد ايه، فبيقول لك ده بوابه بتاعه الخروج بتاعه حتحور، وهي راجعه بقى بتسمى باسم زوجها اللي هو ايه حورس. ماشي شباب، وبرضو البوابة ديت هي بوابة رومانية بترجع لعصر أغسطس، ولقينا برضو بعض الـ offering scenes للإمبراطور نيرون فيها. ماشي، so we have looking at the map we have another gateway which is called the eastern gateway according to its location. It's also like the northern gateway. It dates back to the Roman period, mainly to the reign of the Roman emperors Augustus and Nero. If you say that this gateway is the eastern gateway according to its location, it's right. If you say it's the gateway of Horus, it's also right. Why it's named the gateway of Horus? Because it was used by the procession of goddess Hathor after returning from the temple of Edfu to meet her husband Horus. ماشي شباب، لغاية كده مفهوم؟
كده بنشوف اول مبنى عندنا. خلاص احنا شفنا هنا الاوبن ميوزيوم، هتلاقي على ايدك اليمين اول حاجه الرومان رميزي. الحقيقه دايما لازم بنقول ان معبد دندره فيه كده تكات لطيفه ليك كمرشد، او اهمهم ان انت عندك هنا تو ماميزي، اول واحد هتشرحه اللي هو الرومان ماميزي ده، وتاني واحد اللي هو الماميزي بتاع نكتنبو. تعالوا نبدا كده بالماميزي بتاع نكتنبو. خلاص ده الماميزي بتاع نكتنبو، وطبعا من اسمه هو يعتبر بيرجع لعصر نكتنبو الاول، فعصر الاسره الـ30، ويعتبر دوت هو اقدم جزء من الكومبلكس بتاع الدندره نفسها. والديكوريشن بتاعته تم استكمالها من خلال عصر بطليموس الثامن وبطليموس التاسع وال12، وبيتكون من هو البيرث هاوس زي ما بنقول عاده، بيتكون من تشابل ومحاط بمجموعه من الرومز او الحجرات الجانبيه المختلفه. تمام، يبقى ايه اهميه the complex of dandara is remarked with very important thing. What is this thing? Having two mummies, two birth houses in the precinct of the temple. نحن عندنا بيتين من بيوت الولادة، مش بيت واحد. خلاص، the first one is the mummies of Nektanebo the first. It to the king Nektanebo the first from the 13th dynasty. However, its decoration was completed during the reign of the Ptolemaic kings, Ptolemy the 8th, the 12th. And it's considered to be the oldest part of the complex of Dandara. هي أقدم منطقة بتاعة الكومبلكس بتاعة دندرة. This birth house consists of a chapel surrounded by different rooms. What are the major, the most important master scenes you can find? عندنا ماستر سين لطيف جدا، هو بيمثل الملك الامبراطور، للأسف هنا الخرطوش فاضي، وبنلاقي ان هو متقدم عليه هو الاله خنوم. ادي خنوم اهوت بالقرون بتاعته المستوية، وراها الاله، وراء الاله حقات. حقات هي الهة كانت بتساعد دايما الشخصيات الى قرب، يعني دايما بتساعد الشخصيات في فترة الولادة او عملية الولادة، وبتظهر بشكل سيدة برأس ضفدع. وهنا حقنو، خلاص حقنو دوت اللي هو بيمثل إله السحر والدواء. أنوبيس برضو بيظهر وهو بيدحرج قرص الشمس، سوري قرص القمر، ودوت بيدل على الكونتينيوتي يعني الاستمرارية، اللي هو يعني ايه استمرارية وجود الملك واستمرارية الملكية في مصر القديمة. ده يعتبر من المناظر اللطيفة قوي. وعلى فكرة دحرجة قرص القمر ديت هتلاقيها برضو في المميزي بتاع فيلا. احنا قلنا ان المميزي بتاع فيلا من افضل المميزيس بيوت الولادة، تقدر ايه تشرحها. يبقى one of the masterpieces, master scenes in this birth house is the shape of the king. He is led by both Khnum, who's the god in the form of a ram-headed man, and behind him Hiqat. Okay, Hiqat is a frog-headed goddess. She was the goddess, the guardian of the pregnancy and the childbirth, and also Hiqanu, he was the god of magic. Behind him we can find Anubis, the guardian of the tomb, the guardian of the other world in the form of a jackal-headed man. Okay, and he is rolling a full moon. بيدحرج كده الايه البدر كامل، symbolizing continuity. And this master scene could be found in the chapel or in the birth house of Nektanebo the first, the oldest part of the complex of Dandara. Complex تاني ده بتاع نكتنبو، عندنا برضو الرومان ماميزي التاني. ادي الرومان بيرث هاوس اهو، والرومان بيرث هاوس من اسمه بيرجع للعصر الروماني، اساسا لعصر الامبراطور تراجان ونيرون، وبرضه بيظهر فيه اسامي زي هادرين وانتينوني سبيوس. وهذا البيت، بيت الولاده دوت، تم تكريسه بشكل خاص جدا للاله حورس ايحي اللي هو العضو الثالث في ثالوث معبد دندرة. خلاص، وعلشان كده بيظهر فيه الاله ايحي بشكل كبير جدا. من الحاجات اللطيفة اللي تقدر يعني تستخدمها او تشاور عليها كجايد، هقول لكم على حاجة لطيفة قوي. ادي مثلا المنظر كده من المناظر اللي دايما تظهر، ادي الامبراطور نيرون وهو بيقدم قلادة، خلاص، من النكلس للإلهة حتحور، وهي بتردع هيرسان حورس ايحي.
دي من المناظر اللطيفة قوي، وهو ومجموعة بقى من مناظر الأباطرة وهم بيقدموا قرابين للإله هاتهور وحور سيح. برضو من الحاجات اللطيفة هتلاقي هنا رو اوف كولومز، وزي ما قلنا قبل كده إن أي عمود بيتكون من كام جزء؟ 3 أجزاء، تاج وبدن وقاعدة. خلاص، فوق التاج في بعض الأحيان في حاجة كده بيتقال عليها بالعربي طبلية التاج. يعني إيه طبلية التاج؟ اللي هو الجزء المربع ده، بنقول عليه بالإنجليش أباكوس. خلاص، فالأباكوس هنا مصور عليه شكل مين؟ شايفين؟ مين ده يا شباب؟ هجيب لكم صورة للإله ده بشكل أساسي أهو. مين ده؟ حد يعرفه؟ طيب هنرجع تاني عودا بس للرومان بيرث هاوس. خلاص، وقلنا زي ما بنقول كده ان التيجان عندنا بتتكون من تاج وبدن وقاعده، وفوق التاج بنلاقي كده حاجه اسمها طبليه التاج، ده بالعربي. طب بالانجلش اسمها ايه؟ اسمها اباكوس. طيب هنا شايفين في الاباكوس بتاع الرو اوف كولومز هنا في الرومان بيرث هاوس شايفين ايه؟ منظر كده بارز، نحت بارز لاحد الالهه المصريه. حد يعرف لمين؟ برافو عليك، هو فعلا هو الإله بس، والإله بس كان دايما بيظهر أثناء فترة الولادة والحمل، لأن هو كان إله حامي للسيدة الحامل، وهو اللي يعني نظرا وفقا للمعتقدات المصرية هو اللي بيجلب الحظ السعيد والولادة السليمة للطفل. وفي ناس كتير جدا اتكلمت على بس والأوريجين بتاع بس، في ناس قالت لك إن هو بيمثل دوارف يعني شكل قزم، ناس تانية قالت لك لا ده هو في الأصل شكل أسد وبلسانه كده طالع بره، بس هم اتفقوا إن يعني ناس كتير قوي اتكلمت على أصله النوبي. عرفنا منين أصله النوبي؟ لأن هو في بعض الأحيان أو في كتير من الأحيان بيظهر بمجموعة من الريش، تاج على شكل مجموعة من الريش فوق راسه، بنقول عليها bundle of feathers. ماشي شباب، لغاية كده مفهوم؟ يبقى we have another very important building which is the Roman birth house. The Roman birth house dates back to the Roman period, mainly to the reign of Trajan and Neron. And in the inner parts of this building, we have also another the names of other emperors such as Hadrian and Antoninus Pius. This temple or this birth house was consecrated for. يعني consecrated يعني مهدى. خلاص، it was consecrated to the third member of the tribe Dandara, mainly God Ehid, and therefore the Roman emperors such as God Neron are depicted here offering different offerings to Goddess Hathor and her small son God Ehid. A very important thing we should mention that over the capitals of the rows of columns, we can find here the abacus. Okay, it's a square part, and from the four sides of this cube, we can find a high relief of a very important Egyptian temple, or rather a Nubian temple, a Nubian originated god, who is God Bes. As we said, God Bes is a dwarf god with grotesque facial features, with a protruding tongue, having the lion's mane. Different scholars confirm his Nubian origin because of the bundle of feathers over his head. Who is God Bes? He was the god of good luck. He was a god of laughing, god of pleasure. He was also the guardian of the pregnant woman. And because of being the god of pregnant woman, the guardian of the pregnant woman, he was really depicted in the Roman and in the birth houses in the Egyptian temple. And this block you can find in the precinct, in the site of the complex of Dandara, by the way. And we have here traces of colors. لو شفتوا البلوك دي، البلوك دي شهيرة جدا وموجودة جنب الماميزي، وبتبقى فرصة لطيفة ان انت تشرح كده بس بشكل مختصر ولذيذ للسياح. طيب ما بين الكوبتك الماميزي بتاعت التنبؤ الاول والرومان ماميزي عندنا مبنى مهم جدا ويدل على استمرار استخدام المعبد او المكان حتى بعد انتشار المسيحية.
احنا عندنا الحقيقة ظاهرة معمارية مهمة جدا، ان بعد انتشار المسيحية بفترة بدأ يحصل تحول لأجزاء من المعابد المصرية لكنائس او تشابل صغيرة لإقامة الصلوات وفقا للديانة المسيحية، ويا اما تحول في الوظيفة، يعني ممكن ياخدوا مثلا جزء من المعبد يحولوه كنيسة، او يتم بناء كنيسة صغيرة داخل ساحة المعابد. وده حصل في معبد دندرة، هما اخدوا مكان ما بين البيتين من بيوت الولادة وتم بناء كنيسة هنا، ادي الكوبتيك بازيليكا، دي احد اقدم الكنائس اللي موجودة، وهي تعتبر يعني في ناس ارجعتها للقرن الخامس الميلادي. والبازيليكا ديت، البازيليكا على فكرة هو تصميم احد تصميمات الكنائس اللي هو التخطيط البازيليكي، وبيتكون من تو انترنسز، عندنا مدخلين، واحد من ناحية الشمال واحد من ناحية الجنوب، وعادة بيكون من صحن محاط برواقين، والحنية بتبقى ناحية الشرق اللي بنقول عليها الشرقية، وفي بقايا لأعمدة. طبعا الحنية اهي بنلاقي فيها شكل الكروس داخل كونشل اللي هي الصدفة، والصدفة كانت احد الاشكال او العلامات الرمزية جدا اللي كانت مستخدمة في الفن القبطي، ومستوحاة من الميثولوجيا اليونانية الرومانية، لأن هي كانت مرتبطة طبعا بالإلهة أفروديت، تمام، واللي كان يقال عليها التي تخرج من الصدفة، أفروديت أنادوميني رايزنج فروم ذا سي، وأصبحت بعد كده الكونشل رمز لمياه التعميد في الفن القبطي. لفات كده مفهوم يا شباب؟ هو في ناس ارجعتها الكوبتيك بازيليكا ديت للقرن الخامس، تعتبر من بدايات قوي قوي الاجزاء اللي تم تحويلها او بنائها لبناء كنيسه صغيره في مصر القرن الخامس الميلادي، وبتقع زي ما احنا شفنا كده على الخريطه ما بين بيت الولاده اللي بيرجع لعصر النكتناب الاول وبيت الولاده الروماني اهي. وادي الحنيه اهي ناحيه الشرق، دايما الحنايه بتاعت الكنائس بتبقى في ناحيه الشرق، تمام. اوكي، يبقى احنا عندنا هنا located being located between the Mamisi of Nectanebo the first, the oldest building in the complex of Dandara and also the Roman Mamisi. We have here the Coptic Basilica. The Coptic Basilica, in fact, the Basilica is a Basilican design, is one of the major, the most well-known designs of the churches all over the world. It consists of a nave, صح, and flanked by two aisles. Aisle يعني رواق. Okay, and here we have here a return aisle, and it has two entrances, one in the northern side and one in the southern side, and an apse اللي هي الحنية, the eastern apse, and as we see here, the apse is decorated with the shape of a cross inside the conchal. As we said, the conchal is one of the remarkable symbols which were used in the Coptic art in ancient Egypt. Aho, in the Greek mythology, the conchal was the sign of a very important goddess, whose goddess Aphrodite. She was described to be the goddess writhing from the conchal, التي تخرج من الصدفة. Okay, and after that, it became the symbol of the baptism, the water of baptism, the soul of baptism, مياه التعميد أو روح التعميد, and it was used at a very symbolic meaning in the Coptic art. عندنا مبنى برضو مهم تاني, كل ده على فكرة احنا ما دخلناش المعبد, خرجنس وانت بتشرح حاجات كتير جدا ما تقدرش تلاقيها في اي معبد مصري تاني بره المعبد خالص. عندنا حاجة مهمة ومش موجودة الحقيقة في اي مكان تاني, اللي هو الجزء ده, المصحة العلاجية اللي هي السناتوريوم اهي, وادي المصحة العلاجية هي عبارة عن, والحقيقة اللي اتكلم عليها واحد فرنساوي مهم جدا او شهير جدا اسمه فرانسوا دوما. فرانسوا دوما بدأ يتكلم على الساناتوريوم أو المصحة العلاجية ديت اللي كان بيتعزل فيها مجموعة من الرومز الحجرات, وكان المرضى بيقعدوا فيها خلاص ليتلقوا فيها الأحلام الشفائية, إن هما بقى بيحلموا بالإله وهو بيوعدهم بالشفاء, بالإضافة لاستخدام الشواهد المختلفة, شواهد حورس السحرية اللي كان بيتصب عليها مية. أوكي, والمية ديت كانت وظيفتها إن هي تعمل activation للماجيكال فورميولا عليها.
خلاص، وبيبدأوا يشربوا المية دي للتبرك، بالإضافة لاستخدام الأدوية. احنا دايما بنقول إن الطب في مصر القديمة استخدم طريقتين أو وسيلتين، طريقة طبية very professional، وإحنا أكيد يعني الناس اللي بتقرأ شوية في الطب المصريين برعوا في الطب ووصلوا لمرحلة متقدمة جدا في الطب اللي هو medical procedures. بالإضافة لكده إن هم برضو استخدموا اللي هو إيه بنقول عليه ال divine protection، إن هم بيلجأوا للآلهة بتاعتهم علشان يشفوه، يعني يتم الشفاء. فالسناتوريوم جمع ما بين الحاجتين دول، وظهر فيها قوي استخدام المياه للتبرك يعني وللاستشفاء. وطبعا قصة ان انت تستخدم مية للاستشفاء ديت حاجة كبير جدا يطول شرحني. ادي اهوت مثلا على سبيل المثال، ده تمثال، ده احد الهيلينج ستاتيوس، ده موجود في المتحف المصري على فكرة، ولازم تبقى عارف شرحه كويس جدا. خلاص، بتاع واحد اسمه جاد حور، وبيرجع في المتحف المصري حاليا في التحرير، مش عارفة بقى هينقلوه في الجام ولا لا. وادي حورس اهو واقف شايفينه، وفوق راسه الماسك بتاعت بس، تمام، وبيتصبع على التمثال ده ميه، والميه بتتجمع هنا. خلاص، هو المصري بيعتقد ان السبيلز المختلفه بقى ديت بتحكي ازاي ان حورس تم شفائه عن طريق الاله ازيس، وان حورس دوت هو بيشفي كل الامراض. فلما الميه بتنزل على السبيلز دي بيحصل لها اكتيفيشن، وبتصبح هذه المياه لها قوه سحريه وفقا لعقيده المصري القديم، وبيبدا يستخدمها ايه في الشفاء. دي حاجة يعني من الحاجات اللي انت تقدر تتكلم فيها وتربط بقى ما بين زيارتك للمتحف المصري ومعبد دندرة. اوكي، يبقى one of the remarkable buildings in the complex of Dandara is the sanatorium here. The sanatorium is a very important healing center. اوكي، هو مركز استشفائي، تمام. And it was studied by the French François Dumas, consists of different rooms where the patients were isolated. They used medical intervention beside the divine protection, and the healing statues and stela were also used. We have different numerous shapes of healing statues. For example, this one, this is a famous statue or a famous healing stela of Jad Hur, now found in the Egyptian Museum of Cairo, where the water is overwhelmed with the magical powers of God Harbokrat here. Okay. And they used the blessed water. The patients use the blessed water here to drink and to eat, to recover once again. عندنا برضو من الحاجات اللي احنا اشرنا اليها ال sacred lake. And as we said before, we have two examples of sacred lakes in the Egyptian temples. We have sacred lake with water in the precinct of the temple of Karnak. And we have here another sacred lake, however, with no water. It's dry. And we can find here the descending staircase leading to the bottom of the sacred lake. خلاص. And the sacred lake was a source of water which was used by the priest for their daily activities and also for the healing center, the sanatorium, as we said before. هو أدي شكل sacred lake، البحيرة المقدسة. تمام، لغاية كده مفهوم؟ طيب، آخر حاجة عشان ما نطولش عليكم، أنا عارفة إن المعبد شوية، أنا ماشية واحدة واحدة يعني عشان الدنيا تبقى سهلة. هنبدأ ندخل بقى نشوف البروناموس أو نفسه. الحين خلاص خلصنا الحاجات اللي بره، إحنا كده واقفين قدام واجهة المعبد نفسه. واجهة المعبد فيها حاجات احنا اتكلمنا عنها قبل كده، زي مثلا ايه، ان الكونستراكشن هنلاقي هنا 3 كولومز، هتحرك كولومز 1 3 اون بوث سايدز، وهنلاقي الكيرتن وولز اللي هي حوائط الستائر، واتكلمنا برضو عليها قبل كده. الحقيقه المعبد نفسه او البرونا وولز دوت بيرجع طبعا لعصر الفاونديشن بتاعه، بيرجع لفتره بطليموس ال 12، واستمر لغاية عصر الإمبراطور أوغسطس، تقريبا السنة التاسعة من عصر الإمبراطور أوغسطس. وزي ما احنا شايفين اهوت، ده البروناوس اللي بيتقال عليه وسخة خنتي، الصالة المتقدمة. اوكي، وبنلاقي هنا الحتحور الكولومز، وزي ما بنقول ان حتحور كان اسمها حتحر حدوق حروف دو صاحبة الأربع أوجه، وفيها
ناس فسرت هذا الشكل من الأعمدة إن هي بتنظر إلى الجهات الأربعة الرئيسية، تمام. والسيكس بارتيشنز دول بيمثلوا أشكال الأوفرينج سينس المختلفة. خلاص، على الرايت في أوفرينج سينس، هنا أوفرينج سين للسيسترو لكل من حور وحورس، وتصوير تصوير اللوتس، تصوير أو تقدمة زهرة اللوتس لإيزيس وحورس سيمتاوي، وتقدمة الماعت اللي هي ريشة الماعت رمز العدالة لكل من إيزيس وأوزيرس. على اللفت سايد بنلاقي حتحور، تقدمة السيستروم لحتحور وحورس، تقدمة الإنسنس اللي هي حرق البخور لحورس وحتحور، وبرضه تقدمة الماعت مرة أخرى، تمام. ويعتبر أفضل أو أجمل أشكال البروناوسس اللي احنا نلاقيها في مصر القديمة. So this is a pronaos, and the pronaos is the facade of the first hypostyle hole, which is called وسخة خنتي. Okay, and the pronaos here takes the shape. We have here curtain walls divided into how many partitions? Six partitions, and we have a row of three hathor columns on each side. So the total number of the columns here is six columns. Okay, and the six partitions here are being the offering scenes. This is the shape of the facade of the nose before its complete cleaning. تخيلين كان المكان كله مغطى بالرمال. تمام؟ And these are, as we said, the partitions. تمام؟ Here we have an offering for the feather of God Maat, for the feather of the truth or the justice, ريشة العدالة Maat, for Isis and Osiris here, and Hathor and Horus here, عشان يحافظ على الإيه؟ على السيمترية. هنا is the offering of the lotus flower to Harsantis and Isis. وعلى الناحية الثانية بنشوف الأوليبان اللي هي بنقول عليها الإنسنس burning to Hathor and Horus. وهنا بنقدم السيستروم لحتحور وحورس وحتحور وحورس، يبقى على اليمين وعلى الشمال عشان تبقى حافظهم، يعني ادي سيستروم مش هيتغيروا، والماعت على الجانبين برضو مش هيتغيروا، بس الاله هيتغيروا، مره هنا لايزيس واوزايرس، ومره لهنا الايه لحتحور وحورس، واللي في النص مره لوتس ومره ايه الانسس بيرمينج. ماشي شباب، ادي الامبورتنسز في البروناوس. البروناوس زي ما انتم شايفين بيتكون من مجموعه طبعا من الاعمده، خلاص، من 18 عمود، 9 على كل جانب، ادي هنا 9 وادي هنا 9، فهم 18 بالاضافه للسته اللي موجودين في الايه في الفساد، فعدد كبير جدا من الاعمده، وفي النهايه بيكونوا حاجه عظيمه جدا من الاعمده الحتحوريه الضخمه، وفيها traces of colors من الحاجات الجميله جدا. اول ما بتدخل كده البروناوس بتاع دندره كده الحقيقه بتشعر قد ايه بالفخامه، وحاجه يعني ايه فوق الوصف يعني. ماشي شباب، so we have here the rows of the columns of حتحوري columns with traces of colors. Okay, and we have different scenes which we are very remarkable scenes in the pronaos. طبعا تاني مرة أخرى، دايما بتلاقي في المعابد خلاص انت حفظتها، وانسى ان انت عرفتها في ايدفو هتعرف تشرحها في اي ايه في معبد. ادي هوت الامبراطور نيرون وهو طالع من انه بالاس، ادي البالاس هوت وهو طالع من البالاس بتاع مصر الايه السفلى. ليه بقول مصر السفلى؟ علشان التاج بتاعه التاج الأحمر بتاع مصر السفلى. وآدي أهوت برضو البريست وهو بيحرق البخور، ومجموعة من العلامات بتاعة النومز بتاعة إيجيبت. خلاص، ده to the right، ده الإمبراطور إيه برضو منظر البيوريفيكيشن، زي ما بنقول أهو البيوريفيكيشن أهو بيحصل من ده الإمبراطور نيرون، والبيوريفيكيشن سين أهوت بيحصل ما بين هوت إله الحكمة والمعرفة وحورس. خلاص، وهم بيصبوا عليه من خلال الحس فيس، هي دي اسمها اواني الحس، مجموعه من سلسله كده من علامه العنخ، وكان الفنان عايز يقول لك ان هو بيعطيله السنين والعمر الايه والعمر المديد. برضو الكورونيشن سهله ما فيهاش اي حاجه، هو عباره عن الكورونيشن برضو بتاع الامبراطور نيرون، وهنا خلاص تم البيوريفيكيشن بتاعه، تم تطهيره، فبالتالي هيبدا تتويجه خلاص ما بين الالهتي، الهتين نخبة البادجت، الهتي مصر العليا والايه والسفلى. اوكي، على الجانب الاخر
بنلاقي نفس السين تاني، الملك بيظهر هنا نيرون، بس من انهي قصر؟ من قصر الجنوبي. عرفت منين ان هو القصر الجنوبي؟ من خلال التاج، هنا التاج الايه الابيض اللي هو حجر، وبرده الشخص دوت وهو بيعمل كده البخور ليه او بيبخر المكان وهو طالع. وعندنا برضو اللاترال سايدز، دايما بنقول ان دايما المعابد وخصوصا البروناموس لازم يبقى فيها دورز، لاترال دورويز، لتسهيل عملية دخول وخروج الكهنة من والى، وخصوصا ان الباب الرئيسي بتاع المعبد ما كانش يفتح غير في فترة الاحتفالات الايه الرئيسية. لغاية كده مفهوم يا شباب؟ طيب يبقى what are the most vital master scenes and very easy if you know it from the temple of Edfu you can describe them perfectly in the any temple and any other temple which are different episodes from the ritual of the establishment, the ceremonies of establishing the temple. Here we can find the Roman Emperor Neron. He is leaving the palace and this is the palace of Lower Egypt. He is here depicted with the crown of Lower Egypt, which is called Dashnut. And in front of him, we can find the priest making incense, burning incense in front of him, and the five bearers of the flags of the different nomes of Egypt. Another very important scene, the purification scene, and we talked about the purification before. The king here is being purified. The Ptolemy, the Roman emperor, is being purified by both Thoth and Horus. Okay, Thoth was the god of wisdom, Horus the god of kingship. They are pouring different series of the Ankh signs over the head of the Roman Emperor Neron from the Hes vases, as if they are telling us that they are giving him life, continuous life, to rule Egypt. After being purified, here Neron is completely coronated as the king of Upper and Lower Egypt. Therefore, he is depicted wearing the double crown of Upper and Lower Egypt, Sekhemti, the one who is belonging to the two powers, by Nekhbet and Wadjet, the goddesses of Upper and Lower Egypt. On the other side, on the left, same scene. The only difference is in the crown. Here, Neron is leaving the palace of Upper Egypt. How do we know that it's the palace of Upper Egypt? From the crown. He is here depicted wearing the crown of Upper Egypt, which is called Hadjet, the white crown. And we can find also the incense burner and the flags of the different nomes of Egypt. We should also mention that he have two lateral doorways, which were used by the priests for the daily life activities, because the main doorway was only used by the priest during the different festivals, during the different celebrations. طيب هايفتايل هول ما ينفعش ان يعني نسيبه غير لما نتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هو الزودياك. الحقيقه احنا ايه هو الزودياك؟ الزودياك اللي هي دائره البروج. دائرة البروج اتمثلت عندنا مرتين في معبد دندرة، أول مرة في البروناوس وبيتقال عليها السكوير زودياك أو الريكتانجلر زودياك، الزودياك اللي بياخد الشكل المستطيل لأن هو بيغطي السقف كله بتاع البروناوس، وعندنا السيركلر زودياك وموجود على في سقف أحد الأبنية أو أحد الشابلز الصغيرة في على روف معبد دندرة اللي هو الشابل بتاعة أوزايرس، وبيتقال عليها السيركلر زودياك، الدائرة البروج الدائرية اللي هي بتاخد شكل دائرة، تمام؟ لكن برضو يجب الإشارة، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لك، إن دائرة البروج الموجودة في الشابل بتاعة أوزايرس على السطح ليست أساسية لكنها كوبي. طيب فين الأصل؟ الأصل موجود في متحف اللوفر. الأصل موجود في متحف اللوفر. طيب معنى كده إيه؟ ان انت لازم تبقى فاهم ان انت كتور جايد عندك كام بيرث هاوسز ان ذا كومبلكس اوف دندره، عندك كام ريبريزنتيشن اوف ذا زودياك ان دندره، تو اولسو تو، خلاص يبقى انت عندك تمثيلين للزودياك، واحد بشكل ريكتانجلر واحد بشكل مستطيل واحد بشكل دائري. ولازم ان ننوه ان الدائري ليست الاصل، الاصل تم نقله لمتحف اللوفر، قطعوا السقف وخدوه وحطوا لنا احنا كوبي، تمام؟ والكوبي دوت موجود على احد الابنيه وهنتكلم عنه بعد كده، بيتقال عليه السيركلر زودياك. طيب خلينا في الزودياك اللي هو احنا هنشرحه دلوقتي او هنتكلم عليه.
السيلينج بتاع دندره طبعا هو بيرجع لعصر الامبراطور تايبيريوس، وبيمثل دائره البروج في برايتلي كالرد، وحصل لها ريستوريشن بايدي مصريه تماما. اول بارتيشن وبيرجع في ناحيه الويست بنشوف فيها تصوير للاله هنود وهي ممتده الذراعين واليدين خلاص، وبتمثل مجموعة من الزوديكال ساينس اللي هم السيكث نورثن كونستليشنز اللي موجودين في السماء الشمالية وفقا للنص القديم، اللي هم ساجيتاريوس القوس، سكوربيو العقرب، ليبرا، فيرجو، ليو اند كانسر. ست ابراج خلاص، الست ابراج دول متصورين في الناحيه الغربيه خلاص، انه بيمثلوا نورثن كونستليشن. طيب الساوزن كونستليشن طبعا نورث مش بس ابراج، لا ده احنا عندنا بقى مناظر ثانيه، رحله الشمس ورحله رحله الشمس النهاريه ورحله، يعني حاجات كتير جدا. مثلا ده تصوير للرياح، الريح الشمالية والشرقية والغربية برضو صوروها بشكل جميل جدا. انتم مش متخيلين عظمة وجمال الألوان اللي احنا نقدر نشوفها في الزود ده. مثلا تصوير الفور وينز خلاص، وهنتكلم عنه، هبقى اديلكوا كده لمحة عنه في معبد دندرة، ده معبد كومومبو. ده الفور سنترال ريجستر خلاص، احنا عندنا كام ريجستر هنا؟ 6 ريجسترز. السنترال 1 بيمثل الوينجد سان ديسك ذا ساين اوف بروتكشن خلاص، وادي برضو النايت اند ذا ايرلي فويدز الشيبس بتاعه اللونر سايكل اللي هي دوره القمر بتاعه الاله اوزايرس. الحقيقه يعني حاجه عظيمه جدا. طيب السيفنث اند لاست ريجستر ده برضو بيمثل الـ 6 other zodiacal signs تمام، اللي هو الكابريكان، أكويريس أعتقد الدلو، بايسيس اللي هو الحوت، إيريس، توروس اللي هو برج الثور، وجيميني اللي هو الجوزاء تمام. أدي هما إيه موجودين أهم هنا تمام. يبقى نقولهم تاني، يبقى what is very important in the sailing of the pronouns of Dandara, it represents the zodiac, the 12 zodiacal signs, and it dates back to the reign of Tiberius. Okay, the ceiling is divided into how many registers? 7 registers, 3 in the right and 3 in the left, and the central one in the middle. The central one acts the sun disk, the winged sun disk, the sign of protection. So you have how many partitions? 7 partitions, 3 here and 3 here. The central one represent the winged sun disk, the sign of protection. The first one خلاص، اول واحد خالص نجيبها بس من هنا عادي. This is the first partition in the west. It represents the 6 northern constellations، 6 من الابراج اللي هم ساجيتاريوس، سكوربيو، ليبرا، فيرجو، ليو اند كانسر. تاني ساجيتاريوس، سكوربيو، ليبرا، فيرجو، ليو اند كانسر. طيب ده على الناحيه بقى الثانيه خالص، اخر واحد بيمثل الستة التانيين. ايه هما الستة التانيين؟ كابريكون خلاص، اكويريوس اللي هو الدلو، بايسيس الحوت، ايريس، توروس اللي هو الثور، جيميني اللي هما الايه الجوزاء. طبعا في بقى مرشدين بيجيبوا بقى صور لكولكوليشن، عشان في طبعا الاجانب بيبقوا مهووسين شويه بقصه الابراج وكده، فبتبقى برضو فكره حلوه ان انت تقول لهم بصوا ده الزوديكال ساينس متصوره هنا على السقف وهكذا. ده منظر للسقف بعد الترميم. طبعا الارضيه كلها زرقاء عشان هو بيديك احساس بالسماء خلاص، وادي الوجات اي، وحاجه يعني عظيمه جدا. ادي انوت اهي، جت سنوت خلاص، وهي بتبتلع سماء في الغروب وما بين يعني ارضفها في الشروق تمام، عشان كده هي هنا ولا الفان ريز بتاعتها، الريز مش ظاهره، والريز سبريدنج قوي بشكل كبير. ده برج الثور اهو شايفينه. تورس اهو مرة أخرى، ليو برج الأسد، برج الأسد بقى أهو. أوكي
ادي اجزاء طبعا من السيلينج، مهما قلت لكم طبعا الشرح كده غير لما تشوفوه بعينيكم. يعني ده دي لونر سان ديسك، وده طبعا اشكال الحتحوري كولومز الموجوده في البروناموس، وادي شكل البروناموس برضو من جوه. تمام يا شباب،